أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المرأة التي تذهب للحج بدون محرم وهي من أهل مكة هل تكون آثمة؟ يعني تذهب من مكة للحج في عرفة وهي، هذا ما هو سفر، هذا ليس سفرا، لا يحتاج إلى محرم. أما إن كان قصد أن تذهب إلى مكة من بلاد بعيدة والأصل فيها أنها من أهل مكة، فهذا لا بد من المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.